قلت لك اخويا حنا اللي في راسنا بان هاد الدري كان غايب يتقدى شي سلعه من المكازا، المهم 645 بالضبط. المهم هو واش تناقش مع ود من المكازا او المهم كنظن ود من المكازا، حرشوا عليه واحد، داك الواحد كيقول له عبد الرحيم العزوه او اسمر. دابا هذا كان مدهي مع الشاري وجا السلعه ديالو، الاخر هز رجلو على حساب الناس اللي شو ديك هز رجلو عطاها ليه هنا، وملي طاف شتف عليه. المهم حنايا ملي جات تما لومبيرونس جا يمكن كنظن تاع 25 انا ما عرفتش، المهم جو البوس داكشي ملي جاو هو بديك الدوخ، لانه كيف ما ضربو كيف ما داخ، كيف ما ضربو كيف ما داخ، الناس كيعاودوا قال لك كيف ما هو جار الشاري عاكي لوح في رجليه. صافي جا هنا جابوا لنا الدراري، فاش هبطناه الميريزكو قال لك هو مضروب. المهم هبط هو اصلا مغيب الردان، المهم الودنين خرج منهم الدم، النيوف والردان ديال الدم واحد الحاله اللي ما نعاودشك عليها. اون بليس عنده قالوا يقرا عندك شي رشاشه ديال الدم في الراس لداخل، ندوز عليه السكالير حق. اما بالنسبه للامن حنا مشينا درنا الاجراءات ديالنا، مشينا احنا كشفناهم متبعونا، ما عرفوا داك الدري تخيل معايا 3 ايام ومليوح في انعاش، ما عرفوا الدري واش ميت ولا حي، يعني ما عرفتش. ملي مشيت انا عاد هضرت معاهم قلت لهم شوفوا راه الدري راه بالموت، وانتوما قال لك احنا صيفط معايا واحد الضابط، داك الضابط مشى معايا دار معاه واحد سميتو اصلا الدري مع عقلش، انا الضربه ماشي سهله راه بامكانك تمشيو ميريزكو راه غتسول غادي يقول لكم اللي كاين. ملي مشى معنا الضابط رجع قال لنا هانتوما غدا الويده ديالو تجي باش نمشيو نشوفوا هاد المكازا هادي. ملي مشينا كنت تنتفاجئوا بهضره اخرى انه ما تيعرفوا المكازا، ولكن من بعد ها حنا كنعرفوا المكازا ومن بعد قلت لي راه ما يمكنش كتعرفوا المكازا، انتوما شوف الناس برانيين وساقوا الخبار شكون اللي ضرب وساقوا الخبار كيفاش، انتوما اللي في الايام ما يمكنش ما تعرفوش. قال لك لا خصهم تينوضوا خوك، شوف حنا خويا ما عرفناش واش ديك الساعه دايد ولا منيتش، الله يخليه لي ويصحيحو. وتخيل معايا قال لك يتسناو حتى ينوض ويمشي عندهم ويقول لهم هذا اللي ضربني. ماشي تلاقينا بالسيد الرئيس ديال المصلحه تما، جا عندي انا تفاجات، جاي قاصدني، جاي قاصدني كيقول لي شكون انت؟ قلت له انا خالتو سيدي. قال لي ما عندكش الحق تدخلي، مو هي اللي تدخل اخته. قلت له بلاتي بلاتي شويه سيدي غنفسر. قال لي سالينا كملنا صافي حيدي لي من هنا. المهم بديت انا كنهضر تما، قلت له راه حنا في دوله الحق والقانون، وحنا في واحد البلد ديمقراطي، واحد البلد اللي كيعطي لكل واحد الحق ديالو، حنا كنطالبوا بالحق. انا راه مواطنه وولد اختي مواطن وكيطالب بالحق ديالو في هذا الوطن، وما عمر المطالبه بالحق كتكون جريمه. علاش قمعتيني يا سيدي؟ علاش جريتي عليا؟ علاش قلتي لي ما عندكش الحق تدخلي؟ انا راه ما غاديش نسكت، راه ما غادي نخلي حتى جمعيه وما غادي نخلي حتى بلاصه، ولا اضطريت ندخل حتى لعند عامل، ولا اضطريت نمشي للولايه ديال الامن، ولا اضطريت نطلع حتى للرباط حتى يبان الحق ديالي. شكون هو هذا وفين كاين بالضبط؟ هذا السيد يمكن لي نذكر الاسم ديالو. دوكري. كيتسمى فتاح، مسمينو فتاح او عبد الفتاح، هو رئيس المصلحه اللي كاين في المارشي، هو الكوميسير الوحيد اللي كاين في المارشي تما. هو سيدي اللي مشى عندو تما كيقمعو، ما كاين غير القمع، اش كدير انت هنا؟ زيد انت من هنا، حيد عليا انت من هنا، ماشي معقول. واش الدري 6 ايام هو في الكومه مليوح، هو اللي خدام على مو، ضاعت مو ختو وضاع هو في الشباب وضاع في صحته، لأنه هو الوحيد اللي خدام على هاد الأسرة هادي، يتيم، باه ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله لهاد الأسرة، راهم على قد الحال، ناس فقراء. ناس على قد الحال، هو اللي خدام على امو وتحقق مبان. كيقولوا لنا بان ضرب واحد من زاكوره، داك ديال زاكوره هربوه لاكارت ناسيونال ديال عبد الرحيم اللي من زاكوره اللي جاي هنا خدام عندهم. قال لي راه عند لاكارت ديالو عند سعد دوك مولين المكازا، خرج لي داك مول المكازا قلت لي السلعه ديال ولد اختي اللي شاري، قال لي ما شاري حتى سلعه، ما مخلي عندنا حتى سلعه، ولد اختي شرا من عندهم سلعه ودابزوا معاه هو ولاد الباترون ولاد الحاج بجوج. فاذا بهذاك عبد الرحيم اللي من زاكوره الصحراوي، فاذا به ولد اختي كيتفاجئ به على ما كيقولوا الشهود، حيت كانوا شهود عيان تما واقفين، كيتفاجئ بواحد الضربه قاسيه عطاها ليه هنا بكود بي، طاح الدري بركوا عليه بالبوطيات، وهذا الشيء كيشهد به حتى السيد القائد.
السيد القائد ديال اللي كاين في حدا الكوميساريه ديال المارشي حتى هو قال لي عذبوه محنوه بالبوطيات لالا. قال لي وهذاك الدري ولد اختك درويش وكيبان لي دري مسكين، قال لي غير مهاوري، قال لي عذبوه بالبوطيات ودوروه، قال لي تحنوا عليه حيت هذوك الناس عندهم ثلاثه ديال عندهم الماك السما طاغين بفلوسهم. قال لك انا مشيت عنده غير دويت معاه بالاداب. قال لي موج قال لي طالب معاش وجا خدم عندي راه مشى فحالو. قلت ليه ما يمكنش طالب معاش وراه عاطيك لا كارت ديالو وكتعرفوا فين كاين، واش هاد الدري الا مات فين غنشدو؟ راه ضربو في المكازا ديالك قدامك، عندك فين ضربو وتحميتو عليه هنايا؟ وهذا الشيء راه ماشي معقول، راه انسان ويتيم، هذاك اش بغيتو عنده؟ انتوما ضيعتوه في حياته وضيعتوه في شبابه وضيعتوا ديك الاسره كامله، ضيعتوها كلها ضاعت، هاد الاسره كلها ضاعت. قال لي انا عندي الناس ديالي وعندي الشهود ديالي، عندي الناس ديالي. قال لي لا، ودابا قال لي حنا باغي ندخلوا خيط ابيض. كيفاش هاد الخيط الابيض سيدي والدري مليو حكومه وانت كتقول لي باغي ندخلوا خيط ابيض والدري مليو حكومه ست ايام هادي ما عقلش ما عارفش اش كيقول، حاله يرتالها مضروب للراس لان الدم خرج لي من ودنه والدم تقياه مني مشى داو من هنا كيتقيا الدم وداو من هنا الدم خارج لي من ودنيه، راه الضيات ديال الدم خلاهم هنايا من ودنه الدم هابط وكيرد الدم.